انا السلطه هنا على الاقل خصهم يحيدوهم، ولكن الناس الراجلين كلهم كيدوزوا من الاغلبيه كيدوزوا من هنا باش بقاو المشاكل وبزاف د الحوايج، كيدوزوا الدراري الصغار، كيدوزوا العيالات، كيدوزوا الناس الكبار. انا هذا الموضوع موضوع شائك، موضوع يعني ماشي موضوع الساعة، موضوع كاع الساعات. وبالنسبة لنا كمواطنين عاديين، حنا ديما كنشوفوا هاد العراقيل ماشي غير في الخيوطة ديال الضو، كاين أسباب يعني أشياء كثيرة، ولكن في هاد الموضوع ديال هادو كيسموا يعني أسلاك قابلة للشعال، قابلة يعني تقدر تضرب ناس أخرى، تقدر تضرب أطفال مارين باغيين يقطعوا ناس كبار. وفي الظلام نعم، وسيتو في الظلام فهذا يعني كيبان لي أنا بأن هاد الناس هادو كيديروا نصف خدمة ما قادينش على خدمة الشركة. القطاع الخاص فيه مشاكل كثيرة، القطاع الخاص فيه مشاكل كثيرة، من بينها هاد الأسلاك الكهربائية. وهاد الأسلاك الكهربائية يعني كتشكل خطورة كبيرة، لا على المرة ولا على يعني حتى نقولوا طيور أطفال وشيوخ وطيور، هذا كيتحطوا فوق منه. هاد الخيوط كيسكلوا متاعب، ما هادشي باين أشنو الدور ديال هاد الخيوط، مليوحين مرميين في الزنقة والناس غادا جاية عليهم، والناس كتقطع والناس كتمشي وكتجي، كاينة حيوانات، كاينة بشر. يعني هادشي حنا كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين أنهم يعني يكونوا معنا، يعني ماشي ما يعني خاني التعبير، ولكن اللي هو واضح، اللي هو واضح للعيان، واضح ليكم، واضح لنا، واضح للناس كامله، ان هاد الناس كيعبتوا بارواح المواطنين. ما خصهمش يكونوا هاد الخيوطه في الارض. 2019 هادي بنادم راه مريح في القمر كيتشيش، وهذا الشيء خطر على المواطن. واش راه من العام لعام كيموشوا خمسه هنا سته الناس اللي كيموشوا بسبب هاد الخيوطه، بسبب الشانطي الشكديه. وراك شهر من ثلاث شهور، شهر راه كيقولوا والله الا كثر من ثلاث شهور، ست شهور هما بحال ما هكا والو، والله ما بغاو يديروا شي حل بالله.